اوه كوم داون كوم داون. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو انا مش حرامي، انا مصري. انا مصري. ويعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي شيت. ولا تعال هنا لا يسرقك. نو انا مش سريع، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد دكك. الله سعيد، انت بتصاحب حراميه؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس. وحشني يا مصري. ثانك يو. اوكي تخرب. بلاش بوس شت. ازاي راجل غريب يعني ينام معانا في نفس البيت؟ لكن احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفة. امال لما نبقى زحمة بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجة يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. نو سكس. نو سكس. نو سكس. سكس. نو سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. هاي اهلا. نايس. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده ايه يا عم، انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر احنا هنا مش في امريكا، هنا مفيش الحاجات دي. وات؟ مفيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى بالليندا الصغيره، نوسه اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي. هاي انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص، اصلا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حط لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه، بس ممكن معلقه؟ ثانك يو. بس يا سيدي، وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن اجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول، بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا صحيح انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع تمن قعدتك معانا؟ يس نعم. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام يعني؟ انا لو جيت لك امريكا هتدفعني تمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص مش هناخد منك فلوس، وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش ماشي؟ لو انا قاعد ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. قول يا مصر. اوكي خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير، بس اوعى تدب صباعك فيه، وبعدين تعالى كمل اكل. ياه واو ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف، ده من خشاف ولا من ديري؟ ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله، بس بعد اللي قلته ده حد هيمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بعد الملوخيه. حلوة قوي قوي الملوخية دي. ده أنا اللي قطفتها. وأنا اللي خرطتها. وأنا بقى اللي شهقت عليها. أيوة مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق إن أنا ممكن آخد شاور. أوكي.
افتح سعيد. الله اكبر. اوكي. يس. يا هاي نوسه. ايه؟ مالك يا نوسه؟ مالك؟ خش جوه، خش جوه. في يا عم انت. ايه؟ ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا هنا شفتهم؟ نوسه وابسام. ها؟ وانا بعرفك عليهم، عيب. عيب عيب ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى، داري نفسك، كنت واقف عريان قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ده ماله؟ تلمه. حاضر. اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايه بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي. بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه. اوكي اوكي اوكي. صلى على النبي، صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ انت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف، اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي اوكي سعيد، نو بروبلم. خد دي. ايه دي؟ ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه. البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابيه سعيد. ام فاين، انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى، انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبه منصف. منصف هينام فين؟ هنام في التلاجة بره. وات؟ هنام على الكنبه اللي بره. لا سعيد، انا كده لخبطت كل حاجه. بليز لو سمحت، انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي. طب هقول لك، احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت ننام على السرير. ليه؟ انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجير فريم بتاعي يعني. لا سعيد، اوكي انت نام على سريرك وانا. لا 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 مصري، لا 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 رحمه ابويا ما ينفع. انت هتنام على سريرك. رحمه. رجلك كبرت قوي سعيد. ها؟ مهم القعدة. لا التانية دي كبيرة من يومها. صحيح، هو أنت بتشتغل إيه سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ أهل موجودة. ما هنا تسأل المهندس كان نفسك تطلع إيه؟ يقول لك دكتور. ولما تسأل الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وأنت كنت عايز تكون إيه أصلاً يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي وكنت مرعوب، رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق، حركات مصريين. طيب وايش معنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. يو نو وات، ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل الستات تموت فيه، او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت، هو كده يعني ممكن ده اذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسة ده؟ انت ده انت طول الليل كنت بترفض وانا عرفت صعب منك. استنى يا حماسة، استنى يا حبيبي، استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجة. ثانك يو. أنا فعلا مش معايا فلوس. أول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده إيه؟ ده أنت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في فلوس؟ إيه؟ ربنا يرزقك ويرزقه. أوكي. مع السلامة. ثانك يو. سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعة، اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ إحنا متأخرين. يا عم يا عم كلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي. ايه ده؟ مش دي السكولر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. اوكي. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا ام فاروق. والنبي عايزك تجي تغير لي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك، يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد، ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي، فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد؟ ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل، انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبي، اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى، كويس اني لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخويا، خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا ام عبير.
ايه ده ايه ده سعيد، الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم، ما البنت ركبت اهو. طب انا اركب فين يا عم؟ بس هنا بكافي 100. ها اركب وسعت لك اهو. بس كده قلقني يعني، مش قانوني كده سعيد يا عم؟ خليها على الله. حماسه امسك كويس، ها امسك كويس لحسن تقع. حماسه شفت كان عندي حالة، ما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. اوه شيت، المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه، فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر، وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي 012 ايه؟ مصري عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصل اترفضت 3 مرات قبل كده. عشان انت زباله يا سعيد، انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصل كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ ار يو كريزي؟ معلش يا مصري معلش. دي ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. النجار اوكي. النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو ذيس از اميزنج. اوه بسم الله عليك. ام فاين ام فاين. ايه ده ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كميه تراب رهيبه. انت مين؟ انا نوسه. وايه كده ليه عجزتي نوسه؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده، ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده كده؟ لما باخد الارض اتفضلها ابونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا اتفضل. ايه ده لحم وفراخ وحمام؟ ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف. وبعدين هو فين؟ ده المغرب ادى. مش ده المغرب ده، انا سامعه. عنج عنج عنج. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه عشان تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. اوه منصف ده انا نسيت. عجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم يبقى عن اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. اول سلم بقى. ماما بعسلك الطبق ده. يوه عزيت الطبق ده. صحيح مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه ما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحده؟ لا لا تسد نفسك كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد، أنا حمام تحفة تحفة تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى. أنا جعت تاني أصلي، الحمام بيجوع قوي. في في مجنون؟ لا لا جع تاني. الحمام بيجوع جدا قوي. ودي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده؟ انا عارفه. لا 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 ايه ده؟ مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده انت افتكرته ازاي؟ هو صح. اه يا كبر جدا، مش هتصدق انا افتكرته ازاي. ازاي؟ انا افتكرته من حواجبه. هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العدد. جود ايفنينج. اهلا. ازيك يا عم بلال؟ انا مصري، انت مش فاكرني؟ مش لما تفتكرني انت الاول. وبعدين انا اسمي هلال مش بلال. هات لك كرسي واقعد. اكسكيوز مي. اهلا يا مصري، عرفت انك انت وصلت بالسلام. يا بقى مش فاكر عمك هلال يا ولد؟ ده انا اللي انطهرت في ايدي.
تضحك على ايه؟ ما انا بطارك انت كمان. ازيك يا مصر؟ فاين فاين. ازاي يا ابوك؟ عم حلال ماي داد ميت دلوقتي، كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى. انا بستغرب على الناس دي، الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها، كأن البلد دي أراضي كبير. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى ناوي تدفن هنا ولا بره؟ انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص، عشان كده ناوي ارجع همشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه سعيد؟ مش ماسكك، امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا؟ السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر، عادي يعني، هي جت عليه هو، هو بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطة ايدك، عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. يا تشرب شاي يا مصري؟